النهاردة قبل ما ابدأ اشكركم لسبعين سبسكرايبر. Thank you very much. يعني 70 سبسكرايبر، 70 ده حلم يعني ليا، وان شاء الله قريب اوصل المية. قبل ما ابدأ ما تنسوش تدوس على زرار اللايك والشير والسبسكرايب. عملوا شير بقى لصحابكم وعرفوه مع قناتي وكده، وان شاء الله في المستقبل فيديوهات حلوة هتيجي. للفيديو بتاع النهاردة انا احكي لكم ايه اللي خلاني افتح قناة يوتيوب، وايه اللي خلاني ابقى يوتيوبر كده وابقى نفسي انزل فيديوهات كده. احكي لكم من البداية للنهاية. يلا نبدأ. اوكي هحكي لكم دلوقتي. انا من وانا عندي مثلا يعني 6 7 سنين كده كان نفسي اطلع اليوتيوب، كنت بقول لمامتي انا هطلع اليوتيوب ومش عارف ايه، بس انا يعني مش هقدر اصور يعني عشان انا كنت صغيره ومش هعرف يعني اظبط الانجليش بتاعي وكلماتي وكلامي، وهيكون تصويري وحش وكده، فمش هعرف يعني اعمل الفيديوهات الحلوه دي. كنت اسيبها لوقتها بقى، ولا لما يجي الوقت المناسب ابقى ابتدي تصوير. فانا وانا عندي 8 سنين خلاص انا عايزه ابدا تصوير باي شكل. مش حصل لخبطه في الكلام بتاعي، كنت عايزه اقول لكم يعني انا كنت عايزه افتح قناه في مصر كده، وكنت عايزه اعمل اديت بس في الاخر سافرت السعوديه يعني، بس ما حصلتش طبعا عشان انا بعد شويه سافرت السعوديه علشان يعني عايش هناك. انا اصلا طول عمري بعيش في السعوديه، انا رجعت السعوديه تاني بعدها. ف بقيت بقى نفسي افتح قناه باي شكل. ف انا قلت انا خلاص يوم 26/10 قلت خلاص كده it's enough، انا هفتح قناه يوتيوب وهطلع على اليوتيوب. فانا اول فيديو طبعا فيديو وانا بلعب مالك، كان فيديو اهبل جدا يعني ملوش اي استفادة، كلام ملوش لازمة وحاجات يعني مش حلوة. لا ده من الاشهر فيديوهات، that second most popular video في قناتي، من اكتر من 100 فيو، 100 يعني اكتر من 100 واحد شايف ان قناتي وحشة طبعا علشان الفيديو اصلا نفسه وحش. انا ممكن في المستقبل اخليه private ليا، يا اما يعني يعني ما اسيبه يعني، بس مش عايزه الناس تشوفه عشان انا طبعا هيبوظ البوبيلاريتي بتاعتي. سو فيديو وحش. انا برده وانا في مصر كنت بصور فيديوهين اللي هم اصلا اونلاين شوبينج فور سكول سبلايز اهو، بارت 1 بارت 2. صوتي يعني مش حلو، واوحش حاجه اللي انا كان شعري منكوش وانا نزلت نفسي على اليوتيوب وانا شعري متنعكش وبايظ، يعني مش مفروض كده ابقى مسرحه حتى يعني وشي يبان وشي هو شكلي كده حلو وامور ومسرحه شعري، مش يبان وشي وانا متنعكشه كده وشعري طالع لفوق كمبوش كده كبيره. فطبعا مفيش حد هيحب قناتي، مستغربه انا قاعده لحد شهر واحد مفيش ناس بتتابعني خالص، 2 سبسكرايبر بس، و2 سبسكرايبر في مين؟ مامتي واكاونت تاني يعني من عندي، فمفيش اي حد خارجي يعرف عني اصلا. وانا بلاقي ناس بتلم سبسكرايبرز بالهبل، هم بادئين فيديوهاتهم بادئين قناتهم جديد، وانا بالنسبه لي فيديوهاتي كانت حلوه. فانا بقى عملت فيديو warning please watch، وكنت بتكلم اقول لهم اعملوا لي سبسكرايب. انا عايزاكم تعملوا لايك وشير سبسكرايب. انتوا ليه مش بتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب؟ ليه مش بتعملوا لي ولا اي حاجه؟ انا زهقت. شايفه شعري كده وبتكلم سيريس كمان، ومفروض مفيش حد اصلا يشترك عشان انا يعني مش يوتيوبر حلو ومش بروفيشنال. والسوق كان جات عليا فتره كده في شهر 3 كنت نقله بيت جديد اللي انا اللي قاعده فيه دلوقتي ده، وانا صورت طبعا باربي وموبي كركي والدنيا وكده، يعني
تشيلسي سكيبر ستيسي فاكر كانت الدنيا هبل يعني هي حاجة هبلة والناس بدأت تضحك شوية. ومن ساعة الحلقة دي قعدت تقريبا 3-4 شهور بنزلش فيديوهات على اليوتيوب خالص خالص لحد ما جه شهر 7 اول فيديو بعد شهور شهر 7 شوفوا اول حاجة احمد ابن خالتي كنا خلاص نفتح مسلسل احمد ادم لارا نيو جيمز فكنت انا مصوره وكده فانا برضو قعدت اصور شوية بس مش كتير وبعد شوية وقفت شهر كمان وبعد كده رجعت تاني يعني كانت الحاجات متظبطة وكنت في اجازة الصيف وكده ف الشغل كان صعب قوي عليا فانا اول شهر 9 وانا ابتديت بقى اكتب على اليوتيوب واقعد اصور واعمل وسويتش كنت خلاص رجعت من مصر كنت اعمل اصور وكده فكنت تلاقوا فيديوهات كتيره بتيجي في قناتي يعني كل كام يوم فيديوهات جديده بتنزل على اليوتيوب وكده وقعدت كده قعدت استمر كده على طول وصور واعمل وسوي وانزل وكنت ساعات يعني اجيب ناس في الفيديو بس نادر وكان السبسكرايبرز بتزيد بس كانت ببطء شويه يعني انا قعدت يعني انا سنه الا على ما اجيب 10 سبسكرايبر وقعدت تزيد اسرع شويه كل مره بتزيد اسرع كل مرة بتزيد أسرع كنت مصورة فيديوهات حلوة وكواليتي حلوة بس الكواليتي الوحشة بقى مبوظة كواليتي الكاميرا هي الكواليتي وحشة عشان موبايلي طبعا قديم تاني بقولكوا دلوقتي معرفش ليه موبايلي يعني وحش وقديم والكاميرا بتاعته متخربشة 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 مكانتش حلوة بس أنا بقى طورت أكتر في شهر 6 شهر 6 عملت انترو شهر 5 عملت انترو بس كنت جايبه ميوزك جابي وكنت بصور ايباد بتاعي ايباد او تابلت او اي حاجه بالموبايل كده وخيالي كان بيبقى ما كانش حاجه حلوه فعلى شهر 6 لقيت بابا يعمل لي لوجو وانترو فرحت قوي فنزلت الانترو بتاعي وابتديت بقى استمرت على الايديتنج كده يعني انا كنت بستمر على الايديت وكده مستمر الايديت بتاعي كان وحش في الاول يعني انا الايديت بتاعي كانش حلو في الاول جت عليا فتره كنت عامل اللوجو كبير قوي يده الواحد وبيتفرج وعمل التايبنج كتير قوي تكست 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 في الفيديو فكانت يده الواحد انا حتى لما افتح فيديوهات باللوجو الكبير ده اتصدم وانا مش عارفه اشوف الفيديو كويس بسبب اللوجو الضخم ده اللي انا مركباه حد يحب يشوف اللوجو الكبير ده بس بعد شوية قعدت اصغره على اصغر حجم بقى وكده وكمان جالي اوترو بعد شوية يعني هقولك نسيت اقولكوا جالي اوترو بعد شوية وكده واستمرت على الايديتنج ده وبحاول اعمل حاجات حلوة ودلوقتي العرايس ساعات لو اتحرك لوحديها انا بس بصور صورة وبعد كده حركة صور وحركة وبعد كده اخد كله على واخد برنامج الايديت بتاعي وعدل اعمل تعديلات فيهم عشان يبان كانهم ناس حقيقية اللي خلاني انسباير اللي انا اجرب اعمل الفكرة دي كانت قناة ماي دولز وورلد ماي دولز وورلد دي فجأة الايديت بتاعها اتحسن جدا جدا والعرايس بقت تتحرك لوحديها وبقت ايديت واو يعني بس انا طبعا مش هقدر اعمل ايديت بالكواليتي زي كده يعني ممكن في المستقبل اعمل ايديت حلوه احلى منها كمان بس يعني ايديت مش هيكون حلوه مش حلوه قوي زيها بس بقيت احرك الايد العرايس والجلوم يمشي لوحدهم وركب اصوات ورن جرس وحاجات كده في الحلقه اللي هي What's Wrong with Stacy's YouTube channel part 2 تسمعوا فيها اصوات كتيره وفتح باب وقفل باب وكده هي بس فيها لخبطه في الاصوات مستمرة على الايديتنج لحد دلوقتي مستمرة لحد دلوقتي ومش هبطل ان شاء الله ان شاء الله كل فترة الايديتنج يتحسن
وانا currently بدور على برنامج edit يكون quality حلوة واقدر اعمل edit بحاجات options كتيرة. وعلى فكرة انا دلوقتي بقيت اجهز thumbnails بحلوة وبركبها وبلم views ودلوقتي بجمع subscribers اسرع. فشكرا جدا للناس الخارجية اللي بيحبوني واللي بيتابعوني على طول في كل فيديو, شكرا لكم جدا وان شاء الله الايديتنج بتاعي هيتحسن. جاي الوقت اللي انا احكي لكم قصه لارا فلوجز. هي قصه بس بسيطه. بصوا يعني شهر 10 2019 قلت افتح قناه ففتحت لارا فلوجز. فانا عملت اول فيديو ونزلته على يوتيوب اوكي تمام. وبعد شوية عملت حلقة باربي بسيطة اللي هي Life of Barbie episode 13 اهي لقطة من الفيديو اهي. كنت بعرفهم لنفسي وكده. فانا يعني كنت بعمل فيديوهات كل فترة. جيت عليا فترة برضو شهر 12 وقفت تصوير ولحد شهر 3 حد شهر 3 كنت موقفة. بدأت في شهر 3 تاني واستمرت. شهر 4 كنت عايزة اعمل ابديت في القناة. كان ده بس 6 شهور بينزل عليها فيديوهات. فانا كنت بعمل ابديت في البروفايل بيكتشر وكده. فلقيت ان انا اقدر ادخل تاريخ عيد النادي. اليوتيوب يعرف سني وكده. فدخلت تاريخ الاصلي وسني الاصلي. اللي هو وقتها كان 10 سنين. فقفل لي الاكاونت قفلهولي. بتقول اعمل ايه فيديوهات راحت ومش متسيب عندي اعمل ايه الفيديوهات راحت والفيديوهات مش عارف ايه. وكنت مصدومه لقيت الاكاونت قافل بقول كده مش هعرف انزل فيديوهاتي تاني في شويه فيديوهات مش موجوده اعمل ايه. فصممت نفسي اليوم ده افتح لارا فلوجز واحده تانية ابدا تصوير تاني وعمل اول فيديو. عملت اول فيديو من اول جديد وحاجات من اول جديد. وفي فيديوهات كانت اصلا عندي كانت معموله اديت ومرسله موجوده عندي فانا نزلتها تاني. وكان وقتها كل يوم لازم فيديوهات. وكان في ماي تيك توكس برضه كنت بنزل تيك توكس كده. كنت مستمره ان انا اقعد انزل. وطبعا بعد فتره موقف. هو كل واحد كده بيبدا في قناته التانيه يقعد ينزل كتير 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 فجاه تلاقيه وقف وبقى ينزل نادر عشان هو عنده قناة واحدة الأساسية اللي هو اللي يشتغل عليها على طول يستمر عليها على طول. فكده ابتدت يعني أبدأ أعمل إيديت برضه فيديوهات لارا فلوجز وكده. وفي حاجات ممكن تنزل على الاتنين يعني ناس كتيرة متعرفش لارا فلوجز وكده. الأغلبية يعرفوا لارا's world. فأنا بعمل فيديو خاص بلارا فلوجز بنزله على الاتنين. يعني مثلا زي my first vlog اللي هو الفيديو اللي قبل ده الفيديو اللي قبل ده كان خاص بلارا فلوجز اكتر. بس انا قلت انزله على الاثنين عشان المتابعين لارا فلوجز يشوفوه. بس بليز يعني لو عايزين تشوفوا لارا فلوجز اشتركوا بليز بليز بليز. لارا فلوجز على فكره لمت سبسكرايبرز اسرع. تعرف كده لمت اسرع اسرع اسرع. ان انا يعني بدأها بقالي 6 شهور 8 شهور تقريبا بدأ 7 شهور بدأ بقالي 7 شهور تقريبا. وفي الفترة دي كان وقتها عندي اقل من 10 سبسكرايبرز في لارا فلوجز. ولكن في لارا فلوجز لما كتير لما 30 سبسكرايبر. شكرا للمشتركين في لارا فلوجز. وهي القناة اهي واللينك في الديسكريبشن. على فكرة معرفش ليه لما تعملوا له سيرش مش بتظهر. فانتوا يا اما تروحوا على الفيديوهات الاقدم عشان دلوقتي مش هستمر في اللينك هحاول استمر اكتر. روحوا على الفيديوهات الاقدم وشوفوا اللينك بتاع لارا فلوجز. يا اما تروحوا على الشانل ستاب اللي هو الاسهل ليكم وتظهر لكم لارا فلوجز وتشتركوا ايزي. وسوري لو الفيديو طويل انا بس عايزه احكي لكم من beginning to end. ده الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش تشتركوا في لارا فلوجز تعملوا سبسكرايب لارا فلوجز. ومتنسوش تعملوا لي فولو على تيك توك at Lara's World Official غيرت اسمه والانستغرام at Lara's World Official برضو. فالاتنين دول اساميهم هيكونوا في الديسكريبشن. وعملوا لي فولو وشكرا.
جايز سوري لو الفيديو طويل بس بحكي لكم قصة from scratch. وده الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وباي.